بعيدا عن الفن شويه، هناخدك في شويه حاجات كده من الموضوعات اللي احنا اتكلمنا النهارده عليها في الحلقه. احنا كنا بنتكلم عن الست القويه. لا مش القويه عادي، اللي هي اقوى ست في العالم واللي بتربي عضلات وبتشيل اثقال والجو ده. عايزينك تقول لنا رايك بقى في الموضوع ده، الست تبقى قويه كده يعني اصلا؟ الرياضه حاجه مهمه لاي بني ادم. بس يبقى عندي باي وتراي وسكس باكس والله في ناس بتحب الستايل ده يعني، بس هي عايزه قصادها برضو سرعات تانية يعني، عايزه 700 حصان يعني، عايزه حد برضو بنفس بنفس التكوين. هيبقوا انت تتجوز حد كده؟ انا لا ما اقدرش. لا ما اقدرش، ما تقدرش تقدر يلف على حلبات المصارعه. هيبقى عندي شغل. انا مش فاضي، هبقى طول الوقت في الجيم. وعشان كمان الست بتفقد انوثتها ودي حاجه مش كويسه. لا طبعا اكيد يعني الانوثه مطلوبه. لا والله، لا بصي التسبيح مع عمروسي النهارده. لا والله كده كفايه.